الفيلر، دهون سيليكون، بوتوكس وغيرهم كتار من المواد اللي بتستخدم كمواد للتجميل. ماذا عن تكبير الشفايف وشو هي المادة المستخدمة؟ رح نعرف مباشرة من الدكتور رامي العناني، استشاري جراحة التجميل، اللي هو بضيافتنا بختام هذه الحلقة. مساء الخير دكتور رامي. أهلا وسهلا فيك، واشتقنا لك كتير. والله وإنتوا أكتر. وبدنا رحب كمان بدينا، دينا المتطوعة لتكبر شفايفها. أنا شايف شفايفها حلوين دكتور. هي شفايفها فعلا متناسقه لحد ما معاها، بس محتاجه شويه لمسه اضافيه. أوكي. وحنتكلم احنا على المقاسات لسه، ايه اللي هي محتاجاه كمان بالظبط يعني. نعم، اول سؤال بيتبادر للذهن، نحن ذكرنا عده مواد دكتور، شو الماده المستخدمه اللي بتنحقن بالشفايف؟ طيب هو كويس، طبعا اول حاجه لازم نبقى فاهمين ان الفيلر هي ماده مالئه، جايه من كلمه فيل، فبالتالي لازم الماده المالئه دي تكون مادة آمنة تماما. اللي بنحقنه دلوقتي، ودي أشهر حاجة على مستوى العالم، المادة الفعالة اسمها الهيرونيك أسيد. أوكي. اللي هنحقنه لها حاجة اسمها تيزيالكس، which is من أحسن الأنواع اللي بتتم للشفايف. الهيرونيك أسيد دي مادة بتدخل في تكوين أنسجتنا كلها، فبالتالي هي مادة طبيعية بيسموها بايوديجرادبل، يعني بتتكسر بعد وقت معين وبيروح تأثيرها. وهو ده المهم، وهم جدا برضو دايما، وإحنا معاكي في البرنامج نوصل رسالة مهمة قوي للناس يا جماعة، أي مادة مالئة دائمة ده غلط. الأفضل لا، أفضل لا، أو غير مرخصة دوليا منظمة الصحة العالمية، فبالتالي بتعمل مشاكل كتير جدا، وشفنا أخطاءها بالسابق شو عملت، وبعدها لهلأ مكملة معنا ومجازر للأسف بيحصل فيها مشاكل كتير. وللأسف الكويس موجود كتير، بس هو الناس مش فاهمة ليه، وده دورنا احنا دلوقتي. هو لما يتقلهم انها مادة هتفضل معاكي طول العمر، فبتتبسط قوي وتروح وتجري عليها، بتفكر انه راح بتوفر على المدى البعيد. لكن الفكرة ان احنا لما بيجي نحقن مادة مالئة وتبقى مرخصة دوليا، هتدي ميزة الامتلاء، وفي نفس الوقت هي بتحسن طبيعة الجلد نفسه أو البشرة أو المنطقة اللي تتحقن، عشان بتعملها هيدريشن، ترطيب. وبكل بساطة دكتور رامي، ما عجبتها النتيجة ما في أمان، ما بتقدر تندم. صح. لأنه رح تعرف بعد فترة قصيرة رح بتدوب. ولحتى ترجع تختار شكل آخر. وفي حاجة أكتر من كده، أنت عارفة في مادة كمان تانية ممكن تتحقن ليها تدوبها على طول. هو اسمه هيرونيك أسيد، وفي مادة بتدوب اسمها هيروني ديز إنزيم. أوكي. فبي كمان ممكن يعمل لها دي حاجة يعني، إذا في حال كانت النتيجة بالزبط غير مرضية. بالضبط، لو هي زيادة مثلا. نحن عنا عدة نماذج للشفايف، فيها سيدة تفوت قلك أنا بدي الأنجليك مثلا دكتور. صحيح. ولا حسب الوجه وتقاسيمه. بصي احنا طبعا هنقول دلوقتي، هنمر عليها كده بسرعة الأشكال إيه، وبعد كده نستفيد أكتر في الشكل الأيديال أو المثالي بيبقى عامل إزاي. احنا عندنا أول واحدة دي عبارة اللي هي الكلاسيكية خالص، اللي بيكون الأبعاد متناسقة ودقيقة جدا مع ملامح الوجه، ودي أكتر حاجة هنتكلم عليها دلوقتي تفصيليا. بعد كده يجي الروبينا دي اللي هي عاملة زي عارفة حتة الياقوت، هي جاية من الحتة دي، فهنا بيبقى فيه امتلاء فيها أكتر شوية، بس ده الماكسيمم، أكتر من كده هيبقى الشكل غريب. أوكي. فده بيناسب ناس كتير، وبالذات اللي عندهم البعد من الأنف لغاية الدقن كبير، فبيبقى ده مناسب أكتر بالنسبة لهم. يجي بعد كده اللي هو الكيويد نفسه، ده عارفة هو جاي، ده أكتر واحد رير، نادر، وهو very simple، بيجي بنات يكون أصلا صغيرين أصلا بيكون عندهم أكتر. طبعا ده بيبقى برضو بالنسبة للناس حاجة كويسة، بس لازم يكون ملامحهم دقيقة جدا عشان نعمل حاجة زي دي. نعم. يجي بعد كده البير اللي هي زي العارفة المحارة نفسها، بنهتم بالشفة التحتانية، ودي بتبقى حتى كمان يعني عرضها كبير شويه، فبنهتم ايه بالعرض الشفه التحتانيه، ودي بتدي الشكل هو البيرل ده بتاع اللؤلؤه. اوكي. يجي بقى اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها اللي هي الهوليوود. هوليوود دي علشان يبقى فيها امتلاء كبير، وبنهتم قوي هنا بالشفه الفوقانيه شويه، بتكبر اكتر. بتكبر اكتر. بس بيجي على اخر حاجه الانجليك دي، وهي بتبقى مقاييسها صغيره جدا، وفي نفس الوقت بنهتم بيها بالشفه الفوقانيه، بس مقاييس بتكون محدوده برضو، وكانه شوية على الكونتور على الدائر اكتر. بالظبط كده. صح. وبيصير الشغل على الدائر. بالزبط. اذا بدنا نحكي كمقاييس تناسب، واختيارنا بده يكون حسب مقاسات وجهنا، شو بيتلائم معنا؟ صح. دكتور، اول حاجه احنا عاوزين ناخد، لو شايفين دلوقتي عندنا يعني منظر جميل جدا لواحده متناسق ملامحها تماما، عندنا العين شايفه انني لو خدنا خط طولي نازل فيرتيكال كده، والناحيه الثانيه برضو لازم يمر على الزاويه بتاعه الفم، كده معناها ان العرض بتاع الشفايف متناسق جدا. حاجه ثانيه، لو نزلنا بخط كده من عند الفم وفيرتيكال نازل لتحت، لازم اليمين يبقى زي الشمال بالظبط. اوكي. تمام. ولو قارنا الشفة الفوقانية بالشفة التحتانية، لازم يكونوا الاثنين متقاربين في السايز، واللي تحت تزيد تبقى مرة ونص قد اللي فوق. هيدا اللي بدي اقوله، انه شو بش نلاقي الشفة الفوقانية اكبر كتير. صح. من التحتانية. بالظبط. ده ناس كتير للأسف دلوقتي والدك سمايل والكلام ده كله بيخليهم يهتموا بالفوقانية، وده مش جمالي خالص.
نخش بعد كده ان احنا لازم نبقى فاهمين ان الخط نفسه يكون well defined، يعني الخط نفسه اللي راسم للشفايف لازم يكون ظاهر جدا، لازم تكون الشفايف نفسها ممتلئه كويس، وفي نفس الوقت الجزء الوسطاني منها يكون ممتلئ اكتر. نعم تمام. لازم يكون بالنسبه لنا الجلد اللي بيحوط الشفايف يبقى سموث وما فيهوش الخطوط اللي بتبقى بتظهر ساعات مع تقدم السن. برضو حاجة مهمة جدا ان الانجلز نفسها الزوايا تكون يا اما ماشية هوريزونتال او كيرفد لفوق شوية، ما تبقاش نازلة لتحت. أوكي. لو نازلة لتحت بتدي شوية كده عارفة حزن سن، فطبعا لازم ده برضو نهتم بيه. حاجتين مهمين جدا واهم حاجات بنتكلم عليها، شايفة الخطين اللي في الجلد؟ نعم. هنا دول اللي هو الفلترم ده لازم يكون واضح ومرسوم. أوكي. فده بالتالي ده بيدي شكل شبابي قوي. حاجة الاخيرة برضو مهمة قوي في الشكل اللي هو الحرف الفي ده اللي بيسموه الكيوبيد او الكيوبيد بو، لازم يبقى غائر وواضح جدا عشان يدي رسمه الشفايف مثل رسمه القلب يعني. دكتور دكتور اللي كمان رسمه تيم انجلينا جولي كتير هلا مطلوب من الصبايا بالهوليوود، حتى الشف المفتوحه من كمان عم تنعمل بواسطه التجميل بتتعمل طبعا كمان بالفيلر، بس هو الفكره لازم نبقى لازم نفرق ما بين المقاييس الايديال اللي احنا كنا بنتكلم عليها واللي بقى مطلوب دلوقتي نتيجه الميديا والموضه والكلام ده كله. وده اللي احنا بنقول عليه برده في الاشكال، الاشكال دي مش كلها خضع للشكل الجمالي، دي أشكال كلها موجودة كل أكتر حاجة تناسب الشخص. صح. لكن في الآخر نرجع للكلاسيك، ده أهم حاجة، وبالذات الستات مثلا بتكبر في السن عاوزين نرجعها لشكل يعني شبابي كويس. يبقى لازم نهتم بالكلاسيك، الشكل الكلاسيكي. أوكي، رح نبتدي مباشرة بالشغل دكتور. نبتدي دلوقتي مع دينا. ودينا دينا حط لك مخدر صح؟ حطينا مخدر. أنت هيدي أول مرة؟ أي أول مرة. أول مرة. عطلاني هام؟ خايفة شوي؟ في قلق؟ ما في قلق. حديناها كمية مخدر كبيرة ومرتين كمان يعني عشان هي تبقى مرتاحة. دكتور هو الشغل بيكون على دائرة الشفي ولا كمان تحقن داخل الشفي؟ بالظبط، هو ده احنا هنبينه قوي واحنا شغالين، ان احنا في حاجتين مهمين قوي للشفايف. اول حاجة اسمها الكونتورينج، ان احنا عاوزين نرسم الابعاد داي. الخارجية. وبعدين عاوزين نعمل لها بالكينج او فيلمايزنج، ان احنا نزود الحجم، وده لازم يبقى داخليا. بالنسبه لدينا دلوقتي احنا عاوزين نعمل فاين تاتش، وانا جدا مع سياسه ان احنا لما نحقن اول مره ما نحقنش زياده، نحقن اول مره بكميه معتدله جدا، وبعدين نعمل سكند تاتش بعد اسبوع لو حبينا نزود زياده. صح. هلا مثلا مثل دينا وجهها كثير ناعم، ما هي صحيح. يعني منا بحاجه لتكون مكبره كثير، منخاره انفها كثير صغير، هي ملامحها دقيقه جدا، بس يعني هي ما شاء الله عينيها واسعه، وده بيدينا فرصه ان احنا ممكن نكبر الشفايف شويه. اوكي تمام. هنبتدي دلوقتي اول حاجه عم تحط دلوقتي السيرنج معانا، ولازم دائما المريض او المريضه تسال الدكتور انه مصدر الماده طبعا كثير مهم، ده مهم جدا، وده اللي احنا بنتكلم عليه. الماده قدامها عم يفتحها، انا كتير قوي بديهم البروشور نفسه بتاع السيرنج وهي ماشيه لحتى عشان يتأكد. تبقى عارفه ليتر اون زي هي مثلا سافرت بره حابه تعمل اي حاجه. هو ده كريم شويه مرطب بس الاول، ان هي عندها شويه جفاف كده في الشفايف، وده يهمني واحنا شغالين. اوكي بيساعدك بالشغل. بالظبط كده. عم نشوف كتير هلا مثل ما كنا عم نحكي مشاكل بالشفايف دكتور رامي، يعني بنشوف في جلاجيل بيطلع، جلاجيل هي زي كلاكيع عندنا. ايه كلاكيع جلاجيل، تبقى الشفه مثل العجيبه. يعني صح. فيها هو ده عيب الماده طبعا، الماده مش طريقه الوضع. اول حاجه الماده، بعد كده ان احنا لازم بعد ما بنحقن نعمل تدليك، وهنعمله دلوقتي مساج للمنطقه، وده مهم جدا بالنسبه لنا حتى الماده تنتشر وتتوزع. طبعا لازم ان احنا بيكون الماده احنا في اماكن معينه بندخل منها عشان نعمل الحقن، ونساعد بعد كده بالمساج انها تنتشر بالاتجاه اللي احنا عايزينه. يلا جود لك دينا. يلا هنرفع راسنا كده شويه دينا. ايوه اوكي. احنا دلوقتي عاوزين نهتم قوي بالمنطقه الاماميه واللي كمان في الشفه الفوقانيه، فاحنا يهمنا دايما الجزء اللي هو الميدل تو ثيردز. اوكي. وتحت بيعرض شويه اكتر معانا المسافه، فاحنا هنا اول حاجه هندينا بس حاجه، خدي نفس كده شاطره، بس شاطره بس كده. اوكي. نبتدي نحقن شويه، بنهتم جدا بالكميه اللي احنا بنحقنها. وبدها تكون بشكل متساوي، يعني كل جهه بدها تكون متساويه مع الجهه الثانيه. صح كده. حتى ما نلاقي شفه كبيره وشفه اوطى. ايوه صح. طبعا احنا دلوقتي لازم نعمل المساج ده مهم في اول تايم، عشان بعد وقت شويه الماده بتثبت. نعم. فاحنا لازم نعمل المساج ايميديت بعديها.
وفي الاخر برضو بنعمل تاني. اوكي معلش هناخد نفس تاني. اوكي خدي نفس. هيدا للجهه الثانيه عشان عم نشوف. بس اوكي هي فيها مثل نكزت هيك شوي. اها مش الحال دينا. اوكي صح نضغط شويه. ممكن نحط الايس كده. اوكي حطيها عليها كده سنه. وحلو حطيتها على موديل الشف يا دكتور. الثلج تتوقع شو ناطرة. بس اشيلك بعد اذنك عشان كده. طبعا احنا لازم نعرفين ان الشفايف مختلفه شويه عن الجلد ان بنسميها هايلي فاسكولار يعني بيكون فيها شعرات دمويه كتير فلازم البن نفسها النقطه اللي هندخل منها متوقع شويه ينزل بعض النقط منها. اوكي دكتور نحن اللي عم تعمل لي لدينا من اي احنا لا احنا دلوقتي بنعمل الكلاسيك. الكلاسيك الفوقاني يعني اول واحد وممكن شويه نزودها انها تبقى بين الكلاسيك والروبينا اللي بعديه لانه الشفه بدك تكبرها شوي من تحت. بالضبط كده. تمام في كثير بيطلبوا بس يصير في امتلاء للدواير دكتور اكثر من الشفه بحد ذاتها. دواير يعني على الكونتور طبعا. الكونتور طبعا ما هو بصي لو احنا لقينا الشفايف نفسها ممتلئه كويس واحنا عاوزين نعمل بس كونتورينج. سوري ان انا ايه بعمل لك بس بضغط لك بس ده مهم جدا. عم تنوجع شوي. بتريد تشوز بعد زياده دكتور؟ لا اوكي فاين. اوكي فاين. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نقرر هل هو احنا عاوزين نرسم بس الشفايف والشفايف نفسها ممتلئه كويس ولا احنا محتاجين نعمل كمان فوليمايزنج ونزود. هي عندها صراحه الرسمه محتاجه اكتر من الفوليوم وده نتيجه ان هي سنها لسه صغير. الناس بالنسبه لنا مع الوقت بيختلفوا شويه. اوكي ان احنا بدك اضغط لك عليها دكتور تشتغل بالتالي شو بدك ساعدك. انا حديها هنا بس تحط هي بايديها. اوكي هنحط هنا بصي بس تضغطي عليها بايدك. يا ريت بالايد الثانيه كده استاذنك. اوكي شكرا جزيلا. اوكي هيك بتكون عندك الفرصه تشتغل بالشف اللي تحتها. تمام دكتور فكره المشاكل اللي بتصير من خلال حقن الشفايف كيفيه التخلص منها باي طريقه؟ المواد الغير محبذ انها تكون بعد موجوده كيف بيتخلصوا منها؟ طيب هو طبعا للاسف في سيليكون. خليكي ضغطه ما تحطيش. خليكي ضغطه بس. في سيليكون بفتره طبعا السيليكون وفي حاجه اسمها باي اكريلاميد كلها مواد دائمه ودي مضره مع الوقت ومفيش حاجه ابحاث علميه اثبتت هي بالنسبه لها هل هي امنه على اللونج ران ولا لا. بتعمل حاجه اسمها التهاب مزمن وبتعمل مشاكل اكبر. كيف تخرج؟ كيف فينا نظهرها؟ للاسف جراحيا. جراحيا وبتلاقي دكاتره كتير للاسف بيبقى فيها مشاكل. ليه؟ ان انت غالبا لما بنعمل حقن للماده بتكون في مناطق في الوجه وفي اعصاب فاحنا طبعا بيبقى دايما مهتمين ان احنا لما نيجي نحقن حاجه زي كده نكون في منطقه حساسه يبقى لازم الماده يبقى سهل التخلص منها لو احنا حبينا. اوكي هلا بدك هنبتدي بالضبط الشفايف التحتانيه ومثل ما قلنا الشفايف التحتانيه رح ياخذوا كمية اكثر شويه. بالضبط ولازم نقول انه اللي بتشوفه مش هيدي هي النتيجه بعد وقت لتاخذ النتيجه النهائيه. بالزبط. صح دكتور؟ قد ايه بدها وقت؟ بصي هو احنا طبعا الفيلر بياخد شويه وقت بحوالي اسبوع اسبوعين بنشرب ميه كتير ساعات بيزيد كمان شويه الحجم بالنسبه لنا وبياخد كونتور اكتر. احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بندي الشكل البريميتيف وده بيدينا مثلا حوالي 60 70% من الشكل النهائي لكن بيحتاج برضو بالنسبه لنا شويه وقت اكتر من كده. احنا عملنا اسبوع اسبوعين زي احنا قلنا كده. احنا عملنا الناحيه الثانيه واكيد ممكن. اي رتوش بتعوزه الست بعد اسبوعين. بعد اسبوعين ممكن ترجع ممكن من اسبوع لاسبوعين يعني وممكن ميلي تطلع اكتر شوي بترجع بتعدلها بالتظبيط. بالظبط هو احنا الفكره بالنسبه لنا ان احنا الحجم زي ما احنا قلنا احنا اقل حاجه ممكن تتحقن بنحقنها اللي تبقى بالنسبه لها يبقى الشكل مناسب نسبيا. اوكي وبعدين ممكن نزود تدريجيا بعد اسبوع بحيث توصل لاكتر شكل حتى برضه هي تديها فرصه تشوف وتاخد على نفسها مع المرايه. اوكي هيدا الخط اللي كنت عم اقول لك عنه الخاص بانجلينا جولي وكانه الرسم هلا عم شوفه. يس عندي صح؟ يس صح. هي هيك انت عم صار ايوه اللي هو تحت. هي انجلينا يا دي ما بقى تتهدي بطولات عالميه. اكيد احلى. بصي هو الفكره بالنسبه لنا ان احنا عايزين نوصل بالشكل الكلاسيكي بس في نفس الوقت لازم نحط اعتبار للابعاد اللي هي عندها ومقاييس الجمال في شفايفها هي نفسها. أوكي. انا شايف انها هتتبسط بيهم جدا وغالبا مش هتطلب اكتر من كده. دي انا عبالي اشوف حصت هيك اشوف من هون. اوكي
كتير طالع، بس كأنه العالية بعدها الفوق بعدها مليانة أكتر دكتور؟ مليانة. بصي إحنا حبة حبة، أنا بستنى عليها شوية، خلينا نقول إن اللي فوق بقالها شوية دلوقتي محقونة، وده بيديها فرصة إنها بتورم سنة. أوكي. فإحنا حاسبينها دلوقتي بالسنتي، يعني إحنا حنين قد إيه؟ أوكي. فأنا حنين تحت أكتر، لكن دلوقتي عشان هي بقالها تايمينج أطول شوية فعطيت نفخت شوية. نفخ، عشان كده احنا برضو بنقول احنا مقدرش نحدد بالظبط دلوقتي، احنا دلوقتي بنعتمد على الكمية ان احنا حققناها صح وبشكل مناسب. أوكي. وحسبينها كويس قوي يمين وشمال زي ما قلنا وفوق وتحت والفرق بينهم، لكن في نفس الوقت مقدرش بعد مرور وقت من شوية، بالعكس لو انت يعني خدت بالشكل دلوقتي ممكن تحقن زيادة غلط. طيب دكتور رامي، المواد المستخدمة ممكن ما تناسب نوع ناس معين، ما بتناسب جلد؟ بصي هو الهيالورونيك اسيد الماده اللي احنا بنتكلم عليها دي ماده طبيعيه تماما، وهي اللي داخله في تكوين انسجتنا بشكل طبيعي. اوكي. فما فيش اي قلق منها. الفكره بالنسبه لنا لو اي مواد تانية، هو طبعا في غير الهيالورونيك اسيد مواد تانية ممكن تبقى بالنسبه لها برضو مؤقته، هنا بنقول لازم نعمل تيست. أوكي. للماده نفسها قبل ما تتحقن عشان ما تسببلهاش هي مشكله. عشان كده بنرجح اكتر، انا نفسي بس اديها بس كده حاجه كده صغيره على النص. ايه هنا انا شفتها كمان. يعني معلش حاجه بسيطه. اوكي. نحن عندنا مثل بيقول الغوا بده قوة. هو ذاته عم تكون هو لا هو الثاني عندنا في واحد شبه بس تقلش قوي يعني، بس لا هو شبه. هو بدك تكوني قويه لحتى تكوني جميله، مع انه كثير حلو اسم الله دينا. ما كثير بحاجه لرتوشات. يعني هو طبعا دلوقتي الشفايف بالنسبه لها، بس نرجع ونقول يا جماعه دايما الفيلر احنا دلوقتي الماده المؤقته بتاخد لها دلوقتي، يعني احنا بنحقنه دلوقتي بياخد له سنه سنه ونص. فاحنا عاوزين نضغط بعد اذنك هنا شويه كده بس كده اسبوعك. ايوه ذاتس اوكي. الميل الثاني بعد بدها ولا خلص؟ لا انا كنت حاسس ان الناحيه اليمين شويه، هي قبل ما ندخل على الاستوديو كان بتتكلم معايا بتقول لي ان انا عندي في ناحيه مختلفه عن ناحيه شويه. اوكي. وانت وهي حتى وهي حتى كمان بتقول لي انا كنت كتير قوي بالميك اب بحاول اداريها. فاحنا دلوقتي معتمدين على النقطه دي ان احنا يعني نحسن الكلام ده بالكميه. اوكي. عشان نحط دي كمان على يلا خليكي ادينا بهذا الوقت تحط التلج، وراح اروح عند مروان وشوف ردود فعلك. كبير شفايف، شو الوضع مروان؟ شفايف موضوع قوي قوي. عامله شغل الشفايف. عامله شغل قوي الشفايف. خليني اقول لها حطيت السؤال على الصفحه، هل فكرت يوما بتكبير شفايفك؟ وإذا خيروكي إيه الحاجة الحال اللي حابة تغيريها في وشك؟ وفي مثلا ردود سمر بتقول حاجة غريبة بصراحة، أنا عاجبني شكلي كده. وفي صفاء بتقول صديقتي نفخت شفايفها وبقت أحلى بكتير، وأنا كمان بفكر بس مترددة. ما تردديش خلاص، إحنا عملناها على الهواء، الموضوع سهل جدا. وفي آدم بيقول دي خلقة ربنا ومش مفروض نعمل كده إلا لضرورة طبية. وفي حياة بتقول عمري ما فكرت في موضوع الشفايف، بس عندي مشكلة في أنفي وبفكر أصلحها. خليني في اخر الحلقه برضو قبل ما نرجع لهم افكركم تاني بكل اللينكس بتاعتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. صفحتنا يا جماعه على الفيسبوك كلام في سرك، اللي انتوا اكيد دلوقتي حفظتوها واللي انا بستعرض اغلب اجاباتكم من عليها. كمان الاكونت بتاعنا على تويتر اللي هو @كلام في سرك، ده الاوفيشال اكونت بتاعنا وتقدروا تعملوا لنا فولو عليه. وكمان الهاشتاج بتاعنا هاشتاج كلام في سرك بالعربي. واحب افكركم دايما بالانستغرام بروفايل بتاعنا اللي هو كلام في سرك، ده الاوفيشال اكاونت بتاعنا اللي عليه كل الصور بتاعتنا، تقدروا تخشوا تعملوا لنا عليه فولو. ومستني اللايكات والكومنتات بتاعتكم. واحب افكركم ان بعد ما الحلقه تخلص مباشره هتنزل على اليوتيوب على الحياه تي في نتورك عشان تقدروا تشوفوها وتوروها لاصحابكم اللي فاتتهم الحلقه. نرجع تاني نشوف موضوع الشفايف عندكم. شكرا لك مروان. نحن في اضافات انت عم تحكي كمان مظبوط دكتور رامي، زدت شوي لهالميل الكاميرا اخذتك ودينا بهالطريقه بنكون خلصنا معها من فكره تكبير الشفايف. نصيحه كمان يا جماعة، دايما اي حد هيحقن حاجة زي ما انت تفضلتي قلتيها في بداية الحلقة لازم يعرف كويس هي كانت عبارة عن ايه وياخد بيها حاجة. ليه؟ انت هتطلع من دكتور هي فترة معينة وهتروح بعد كده، لازم يبقى عارف الدكتور التاني انت حقنت ايه في المرة الاولانية. نعم. عشان المواد ما تتفاعلش حتى ايفن مع بعض. صح. فما ينفعش، فلازم تبقى حاجة واحدة وتبقى آمنة وتبقى عارف انها حاجة مرخصة. اوكي. دينا بشي لإيدك شوي، خلينا نشوف هيدول هن الشفايف، هيدي النتيجة. أكيد بعد أسبوعين بيكون صار أحلى وبيكون أخذ كله على بعضه. بدي أتشكر كتير حضورك معنا دكتور رامي العناني. دينا مبروكين. مرسي. شكرا لك. ومشاهدينا بنشكر متابعتكم لنا بحلقة اليوم. بكرة إذا الله راد بنلتقي فيكم بحلقة جديدة. كونوا على الموعد وإلى اللقاء.